اهلا ومرحبا مره تانية، رجع لكم موجو جوجو جيمنج من لعبه كول اوف دراجونز. والمره دي قررت ارجع رجوع قوي زي ما عدتكم في اخر فيديو نزلته، والفيديو دوت معايا لكم مفاجاه قويه جدا 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 هتكسر لعبه كول اوف دراجونز، وانتوا كمان هخليكم ترجعوا تكسروا اللعبه بشكل قوي وتفجروا حسابكم بمجرد التسجيل في حساب جديد ليك. وموضوعنا النهارده هو عن موضوع اقوى قفزه اتعملت بلعبه كول اوف دراجونز، واللي هتدمر جميع محتويات لعبه كول اوف دراجونز اللي موجوده على اليوتيوب وجميع المنصات. لو مهتم بالمحتوى ده يا صديقي خليك معايا لغايه اخر الفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه والاعجاب في الفيديو عشان توصلك اخر فيديوهاتي، وخليكم معايا. محاربين لعبه كول اوف دراجونز ورعاه الحرب ومتابعينا العرب اللي بيتابعوا قناتي بشكل استمراري واللي بيتابعوا محتوى لعبه كول اوف دراجونز على منصه اليوتيوب، عندي لكم النهارده مفاجاه هتفجر الدنيا وهتساعدكم كمان ان انتوا تسجلوا حسابكم لاول مره في حسابك في الخادم او في السيرفر بتاعك، تنزل بقوه 1,000,000 باور او 700,000 مينيمم. ايوه زي ما سمعتني كده، مينيمم 700,000 المليون باور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو ده موضوع حلقتنا اللي جايين نتكلم فيه النهارده. حتى الناس اللي بيلعبوا فري تو بلاي هم اكتر ناس هيستفادوا من حركه القفزه او من سر القفزه اللي جايين نكشف عنده النهارده، وهم دول اصدقائنا اللي احنا جايين في من الاخر نخاطبهم في الفيديو دوت. مش بس كده، حتى الناس اللي بتصرف في اللعبة لو عملت نفس الحركة ديت او شاركت بنفس الحركة دي وشاركت في قفزة زيها او مثيل لها هتستفاد كمان استفادة قوية. موضوع حلقتنا زي ما قلت لكم هو القفزة اللي احنا جايين نكشف عنها، وازاي يا موجو انا هبتدي قد كلامك كده وتقول لي انا هعمل ازاي حساب وابتدي واسجل وابقى قوتي 1,000,000. هو ده بقى اللي جاي اكشف لك عنه. وزي ما انتم شايفين قدامكم في الشاشه، اول ايتم عندنا هي ايتم ترحيل المبتدئين. بتعمل ايه ايتم ترحيل المبتدئين دي؟ دي مين فيكم اللي لعب لعبه رايز اوف كينجدم او عنده خلفيه، هي نفس القفزه اللي هنعملها بلعبه كول اوف دراجونز، لان الايتم دي اتضافت في اخر تحديث للعبه، وده اللي خلى اللعبه ناس كتير ترجع لها بشكل قوي جدا 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 جدا، وهقوي اللعبه في الفتره اللي جايه وهيعلى الكوميونتي وهيعلى التفاعل بتاعها. طيب احنا ايه الحاجه اللي احنا نعملها؟ انا هساعدكم وهبتدي معاكم حساب من الصفر، حساب فري تو بلاي، هنمشي فيه مع بعض خطوه 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 مع بعضينا ازاي نستفاد استفاده كامله في القفزه، بحيث ان احنا لما نخش في سيرفر جديد تبقى معانا اعلى قوه 700,000 او 1,000,000، وكمان يكون حسابنا قوي بشكل بدائي. اول ما تبتدي بدايه قويه وبدايه صحيحه. طيب خليني اخدها لكم من البدايه كده، اشرح لك ترحيل المبتدئين دي بتعمل ايه. بيقول لك ايه؟ سيؤدي استخدام ترحيل المبتدئين لتغيير موقع مدينتك الى موقع عشوائي في منطقه نائيه على خادم في مرحله البناء. سيتم الغاء عناصر الترحيل المبتدئين غير المستخدمه عندما تصل مدينتك الى المستوى 12، ركز بقى معايا في الحته دي يا صاحبي انت وهو، او يبلغ عمر شخصيتك 7 ايام، او يبدا خادمك في حدث الموسم الاول حافة الحرب. دي معناها ان ايه؟ ان احنا ما نقدرش نعلي مستوى القلعة الى مستوى 12، ما نقدرش يعدي علينا 7 ايام وحسابنا يكون فعال، ثالث حاجة ما يجيش عندنا حدث الموسم الاول. طيب معنى كده ان احنا نقدر في مدة في خلال 6 ايام نوصل مستوى القلعة بتاعتنا ل 11، وهو ده اللي احنا نعمله، وهعلمكم ازاي تعملوه باكبر استفادة وباكبر فعالية. تاني حاجة ان احنا ما نعديش علينا 6 ايام. طيب اول حاجة كده يا صاحبي قبل ما نبتدي، اول حاجة انت بتعملها لما بتيجي تبتدي حسابك في الشخصية بتختار الشخصية بتاعتك بناء على الاستفادات اللي ممكن تاخدها من اي شخصية، وايه العناصر اللي بتستفاد بيها اي فاكشن او اي فصيل. طيب احنا ايه الفصائل اللي هنختار عندنا هنا؟ في موجود عندك عصبة النظام، حماة البئر المقدس، والبرابرة. طيب لو جينا اتكلمنا عن كل واحدة في دول، في فيديو قبل كده ممكن ترجع له ايه هي اقوى بداية وايه هي اقوى عصبة تقدر تبتدي بيها. وعشان كده انا هبتدي بعصبة النظام في حسابي بالذات، لو انا لاعب فري تو بلاي او لاعب ما بصرفش في اللعبة هي دي اكتر عصبة ممكن تستفاد منها. سريعا كده هقولك ليه هي اكتر عصبة. مبدئيا انت هتبتدي بسرعة الجمع الاجمالية 10%، تقدر تجمع موارد في خلال ال6 ايام اللي هي رحلتك قبل القفزة. دي رحلة بتكون قبل القفزة لحد ما يتم القفزة في سيرفر جديد،
او في خادم جديد، فانت بتجهز حسابك لمدة 6 ايام عشان تقدر تبتدي في حساب جديد او سوري في خادم جديد بشكل قوي. طيب فنقدر نجمع موارد على قد ما نقدر بكمية كبيرة لحد ما نملي الستورج هاوس بتاعنا او مبنى التخزين. بعد كده مبنى المخزون ما بتقدرش تعمل منه حاجة الا لو صرفت الموارد بتاعتك في انك تشتري تسريعات من متجر الجوبلين او متجر غوبلين. طيب ايه الحاجة التانية اللي ممكن نستفاد من ان احنا ناخد شخصية والدير؟ وهي دي اهم حاجة. اشمعنى شخصية والدير؟ لانه بيستفاد بموجود عنده المهارات، بيتميز بالمهارات، لاعب ضد لاعب، وبيتميز بالصحراء المهاجمون. طيب لاعب ضد لاعب يعني معنى كده ان جميع المهارات بتاعته احنا هنستفاد منها، على عكس سهم الريح او غويني عندها دحر الظلام، دي مش هتفيدنا في اي حاجة في البداية. سرعة انتاج الاكسير مش هتساعدنا الا لو احنا بنعمل عملية شفاء للجنوب بتاعتنا، او سرعة سير الفايلك مش تحتاج ان انت تكون سريع في البداية. وعندك نفس الكلام البرابرة، الهجوم المادي للفايلك وهندسة الدمار، مش محتاج ان انت تكون عندك هندسة، انت بس محتاج تكون زي حساب مزرعة لفترة ال6 ايام رحلتك اللي في البداية. حماة الحماية برضو هي مهارة مش تستفاد منها في البطل دوت، وعشان كده احنا هناخد عصبة النظام، لان جميع الصناديق الذهبية وجميع المهام اللي هتكون موجودة في حسابك لمجرد ان مجرد انك ابتديت بفصيل عصبة النظام، جميع الروس او جميع التوكنز او الحاجات اللي هتاخدها عشان ترفع من مستوى المهارات او من مستوى البطل هتكون ليها علاقة بالبطل اللي هتبتدي بيه على حسب العصبة اللي انت هتبتدي بيها. طب انا عملت حساب او ابتديت حساب بس تجريبي عشان ابتدي اوريكم ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في البداية او اول ما تبتدي حسابك في مرحلة الرحلة بتاع ال6 ايام. طيب اول حاجة انت تحاول على قد ما تقدر انك تركز على قاعة النظام، لان هي اللي هتساعدك انك تاخد قوة. كل ما تعلم من قاعة النظام هتفتح لك بقية المباني اللي تقدر تبنيها، واهم مبنى احنا عايزين نوصل له هو كلية النظام، وده الاسم اللي موجودين في عصبة النظام، لان احنا مختارين عصبة النظام او مختارين الفاكشن ديت عشان كده ظاهرين بالاسم دوت. ممكن يكون اساميهم تانية لو انت كنت اخترت او اتجهت اتجاه تاني غير اتجاه عصبة النظام. طيب اول حاجة زي ما انت شايف كده احنا بنحاول ان احنا نعلي مستوى البحث عندنا للتجنيد عشان ناخد 10% من سرعة التدريب، وان احنا نحاول نمشي في البحث بتاعنا اسرع ما يمكن عشان تبتدي ان انت تفتح جميع البحث اللي تقدر عليه، حتى لو هتبتدي ان انت تستخدم بعض التسريحات حتى ان انت تقدر توصل للمستوى التاني من الجنوب بتاعتك، حتى لو هتفتح واحد بس، وده لسبب هقوله لكم كمان شوية. احنا بنحاول نوصل للT2 او بنسميهم الفئة التانية من الجنوب بتاعتك. طيب تاني حاجة عندنا ان احنا محتاجين نركز عليها، ان احنا في اسرع وقت ان احنا نجيب 5000 جوهرة، وده عشان نفتح البناء التاني. زي ما انت شايف انا لو حاولت اعمل اي بناء او اي حاجة لازم ان انا اقدر لازم استخدم البناء التاني. يعني دلوقتي انا هبني المبنى دوت، بس لو عايز اعمل اي حاجة تانية مش هقدر ان انا اعملها عشان مش عندي البناء التاني، لكن معاك 15 دقيقة في بداية الحساب بتاعك تقدر تستخدمها. طبعا ده هيحتاج عشان ان انا افتح البناء التاني اللي هو دوت في الباكجات اللي موجودة عندنا، بيحتاج الا لو انت تقدر تصرف، انا ظهر عندي ب17 او 18 درهم لان انا موجود بالامارات، لو انت متواجد باماكن تانية بتختلف الاسعار، ولكن لو انت ناوي تصرف او تدفع في اللعبة حتى لو صرف بسيط فانا اقدر اقولك ان ده من اهم الباكجات اللي انت ممكن تصرف عليها. يا الا ممكن تجيب ال 5000 جوهرة بشكل مجاني وتبتدي ان انت تدفع فلوسك في باقات تانية. في موضوع الباقات واللي اللي تصرفه في الباقات في بعض الفيديوهات بتاعتي هحطها لكم فوق اعلى الفيديو، تقدر تخش تشوف ايه الحاجات اللي تصرف فيها للناس اللي حابة تصرف، ولكن انا تركيزي على الناس الفري تو بلاي او اللي حابين يلعبوا اللعبة بشكل مجاني. طيب عندنا برضو الباقات الشهرية، دي باقات قوية ودي اللي انت برضو ممكن تركز عليها لو بتصرف بشكل بسيط. طيب ازاي اجيب ال 5000 جوهرة بشكل سريع؟ عندك في الاول ان انت ممكن تعمل سيرفي للعبة او تقييم بتاخد عليها 200 جوهرة، دي بتساعدك ان انت تجمع الجواهر.
عندك تاني حاجة برضو ده في مستوى السبعة، لما توصل لمستوى قاعة النظام سبعة بيفتح لك ان انت تاخد ال 200 جوهرة. عشان كده بقول لك احنا بنحاول نعلي في قاعة النظام او القلعة بتاعتك اسرع ما يمكن. تاني مرة بيظهر لك على المستوى العاشر 200 جوهرة تانيين بتعملهم برضو في السيرفي بتاعك. عندك ايه تاني تقدر تجمع منه جواهر؟ كمان عندك ان في 500 جوهرة اللعبة بتديهم لك اول ما بتعمل حساب في البداية، بس بتجيلهم بيجولك هنا في الايميلات اللي هم دول زي ما انت شايف قدامك كده، بيطلع لك 500 جوهرة. انا لسه مبتدي الحساب ما فيش من 3 4 دقايق وبقى معايا 1500 جوهرة، فهو سهل جدا انك تحصل جواهر في البداية. بعد كده هوت مع ان انت تعلي القاعة بتاعتك وتطور من الجنود عندك وتطور من القادة، بيبتدي ان انت يظهر لك في الجنب كده المهمات بتاعتك اللي تقدر ان انت تحصل منها كمان جواهر. لازم تخلص المهمات اليومية بشكل يومي عشان تحصل الجواهر وتحصل المفاجآت والجوائز اللي تقدر تاخدها من هنا. تاني حاجة عندنا ان انت اول ما تبتدي هتنزل في سيرفر طبيعي هيكون العمر بتاعه قديم، مش قديم قوي، هنتكلم في فيديو تاني قدام ايه احسن سيرفر انا ممكن اشارك فيه او احسن خادم انا ابتدي فيه حسابي وليه اخترنا الخادم دوت، ده هيكون في فيديوهات تانية. خليك متابع القناة واعمل اشتراك عشان تعرف ايه تنزل لك اخر احداث فيديوهاتي اللي بتكلم فيها عن كل الحاجات دي. طيب هنحاول ندخل في تحالف، يكون تحالف قوي عشان تقدر تاخد المساعدات في البناء، مساعدات في التطوير، عشان تقدر تصرف اقل التسريعات او ان انت تخلص بشكل سريع المهمات بتاعتك والتطوير بتاعك في المدينة. انا دخلت التحالف دوت، عندهم الدب او عندهم بعض العرائن هنا اللي بتديني بعض المميزات زي 5% من سرعة التدريب، 10% من سرعة التمرين، الحاجات دي كلها انا بستفاد بيها عشان قبل ما ان انت تبتدي ان انت تطلع جنود تكون زي ما بقولك كده معاك جميع الاستفادات اللي انت محتاجها. طيب لو دخلنا في مبنى البحث اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نعلي من البحث حتى نوصل في اسرع ما يمكن في سرعة البحث وزيادة سرعة البحث الفئة الاولى ديت، عشان هتساعدنا ان احنا نعمل الابحاث باقل الاتمنة، وكمان سرعة التدريب زي ما انت شايف انا شغال عليها عشان ان انا اقدر افتح دول واكون جيوش. هي الفكرة كلها احنا نحاول نصنع جيوش على قد ما نقدر قبل ما نخش على السيرفر او الخادم اللي احنا نبتدي فيه في خلال مرحلة الست ايام. محتاج تعمل جيوش على قد ما تقدر من الفئة التانية، ما تحاولش تركز على الفئة الاولى كتير لاني صعب انك ترفعهم للفئة التالتة او الرابعة، لكن لو جيوش من الفئة التانية هتسهل عليك الوقت حتى لو استخدمت التسريعات انك ترفعهم للفئة التالتة لما تفتحهم في السيرفر الجديد، لان في خلال الست ايام انت اخرك تكون واقف هنا هو ده. طيب في بعض الاسرار التانية اللي هكشفها مع فكرة انك تفتح التيتو، ولكن دي في فيديوهات تانية جاية. طيب ايه الحاجات التانية اللي انا محتاج اركز عليها في البداية؟ ان انا اصرف جميع الجوهر بتاعتي او احوشها على الفي اي بي، لان الفي اي بي هو من اهم الحاجات اللي انت ممكن تصرف عليها. هو لسه ما فتحش عندي دلوقتي، ولكن الفي اي بي بيديك جوائز كتير، بيديك سرعة تدريب، بيديك سرعة بحث، وكل ده انت هتحتاجه في المستقبل. تاني حاجة هتركز عليها هو البطل بتاعك، انك دايما بشكل يومي تستخدم نقاط القيادة بتاعتك وانك تعلم المستوى البطل حتى توصل للمستوى 30، لان في البداية في بعض الاحداث اللي انت هتكون مشارك فيها في اول يوم زي حدث الطريق للمجد، ده بيفتح اول ما بتفتح حساب، وده هيطلب منك في يوم من الايام او في بعض الابحاث في انك يكون مستوى قائد عندك بيوصل للمستوى 30. حتى لو قائد جمع فانت قائدة الجمع تقدر ان انت تفعل بعض المهارات اللي فيها ان هم يخلوك تاخد ليفلات او تتعلم المستوى بتاعك عن طريق الجمع. في عندك ان هوت نجيب بطلة جمع مثلا، في عندنا مين بطل جمع زي كيلا. بطلة جمع ديت لو ما بتفتحها بيبتدي ان انت تعلم المستويات بتاعتك او من الليفل بتاعك لما بترسلها للجمع، وده انا اتكلمت عنه في فيديوهات كتير، تقدر ترجع للفيديوهات بتاعتي اللي بتتكلم ازاي تعمل اكسبيرينس او تجمع نقاط للمستوى في عن طريق قائد الجمع. طيب تالت حاجة واخر حاجة هنتكلم عليها في الفيديو دوت هي موضوع الاحداث. طبعا احنا هنركز، لازم نركز بشكل يعني بشكل قوي جدا جدا
على موضوع الابحاث زي الابحاث اللي هتظهر لنا هنا في السيرفر اللي احنا بننزل منه. طبعا السيرفر اللي انا اخترته واقول لكم بعدين في فيديوهات تانية اللي اخترته ظهر لي جميع الاحداث دي. انا حاولت انزل في احسن سيرفر فيه الاحداث، ظهر لي عجلة الحظ اللي ممكن تستفاد منها حاجات كتير للناس اللي بتصرف، حتى ليك مرة مجاني للناس اللي الفري تقدر ان انت تستفاد، يا الا خمسة في 3 ساعات او خمسة في 3 ساعات تدريب، او تستفاد ببعض الجمع الموارد اللي عندك ديت، او حتى الروس الذهبية فهي قوية جدا جدا جدا. وفي كمان عندك حدث بناء السفن السريع، وده من الاحداث القوية اللي جوايزه كتير حلوة قوي قوي قوي. زي هنا هو بتاخد مفاتيح ذهبية، ميداليات اسطورية، كل ده هينفعك، والرموز البطل هتنفعك، ومفاتيح القطع الاثرية. كل ده احنا بنحاول ننزل في السيرفر ده عشان نوصل له. هتكلم على الاحداث دي بشكل عميق اكتر في فيديوهات جاية، ولكن احنا جايين بس نعمل معاكم افتتاحية كده في اول فيديو، ايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها، وبعدين واحدة واحدة هنشرح الباقي، لان انا عامل الحساب ده همشي عليه واحدة واحدة معاكم. طيب اخر حاجة ان انت كل ما تخلص نقاط القيد وما عندكش اي حاجة تعملها قبل ما تنام، ارسل قاضة الجامعة عندك عشان تجمع موارد على قد ما تقدر، بحيث ان انت لما تنزل بعد رحلة الست ايام في الخادم بتاعك اللي هتخش فيه بشكل قوي او تسجل فيه بشكل قوي مع مجموعة القفز اللي انت عاملها انت واصدقائك، يكون عندك الموارد الكافية انك تطور بشكل سريع في اول يوم وتنافس مع الناس اللي بتدفع في اللعبة. وهو ده هدف القفزة، انك في اول يوم تنافس الناس اللي بتصرف في اللعبة، او حتى انك تكون في نفس المستوى معاهم في بداية الخاتم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا فيه مفاجآت كتير جاية. ما تنساش تفعل زر الاشتراك وتشترك في القناة عشان تنزلك اخر فيديوهات والفيديوهات اللي هتكلم عنها في المستقبل عن جميع الاحداث، واي سيرفر او اي خادم تختاره في المستقبل. انتظروا مني جميع الفيديوهات، وشكرا لحسن استماعكم، واتمنى لكم يوما سعيد.